رجعنا لكم مع الصديق محمود سالم مدير شركة تانوكي للإعلام الرقمي. منور يا أستاذ محمود. منور يا دكتور. إيه شفت بقى الشركة. شفت بقى برافو عليك. الحمد لله. اللي يجي هنا ما عملش شركات على فكرة. استفيد عملت شركة وجيت. منور الدنيا. ربنا يبارك لك. خلينا نتكلم في الحادث الإرهابي الخسيس اللي حصل وقول لي كان ردود الأفعال إيه على مواقع التواصل الاجتماعي عموما يعني. هو اللي انا لاحظته ان كان في حالة من الحزن العام. تمام. الحزن العام ده بدأ ياخد يعني اشكال مختلفة طبعا. تمام. بقى ياخد شكل غضب طبعا عارم تجاه الارهابيين واللي حصل حادث خسيس. اخد شكل حزن عام وحداد على صور الولاد اللي ماتوا، وكمان في ناس بدات تشير حاجاتهم اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا وكده، اللي هم الولاد اللي ماتوا كان لهم نفسهم حاجات على السوشيال ميديا، كان لهم حاجات على السوشيال ميديا وصور منهم محمد ابو غزال الله يرحمه ايوه، وكرولوس مثلا ده كان يعني طلع جدا. وفي طبعا كان في حاله من اللوم بقى المتبادل. يعني في ناس كتيره كانت اول حاجه دي الحاجه اللي انا مش مفهومها في مصر بصراحه، اللي انت مش فاهمها اللي انا مش فاهمها اللي هي ايه، ان هي ان الناس بتمسك في خناق بعض حلو بدل ما تواجه المشكله. يعني فجاه تلاقي مش عارف ايه، طبعا النشطه بقى ما حدش يوم زعلان بتوع الجيش، والناس الثانيه بتوع الناحيه الثانيه يقول لك طبعا ما هو مش عارف ايه ما هو راح فتلاقي ان دول ماسكين بيشتموا في بعض ما بيعلوش على الحد، يعني ما بيعلوش على ذواتهم علشان يواجهوا حدث خطر زي ده مع بعض. لا لا، وده مش هيحل حاجة يعني. في الاول وفي الاخر يعني اللي طلع يقولك احنا لازم نبيد اهل سيناء، او اللي طلع يقولك احنا دي غلطة مش عارف مين. في كل احوال الناس دي يعني ولا انت صاحب قرار ولا انت صاحب اي حاجة، ولا انت تملك المعلومات، ولا تملك المعلومة، ولا انت عندك، ولا انت عارف توصل للناس اللي معاها المعلومات وتطلعوا. فانتوا بتعملوا ايه؟ بتضيعوا وقت يعني. بتضيعوا وقت وبتفرغوا طاقة وبتسلوا نفسكم بان انتوا تخونوا بعض وتشتموا بعض، ودي حاجة بقت فعلا مش لطيفة يعني مش يا دكتور مدحت. والله انا انت بتقول كلام مهم يا محمود، لان فعلا بقت حاجة الواحد يعني انت عارف انا بعض الاحيان بقعد بالاسبوعين ما بفتحش اي سوشيال ميديا لانها بتصيبني بالغثيان، وبعض الاحيان بحس ان احنا مع علم التام ان الذين يستخدمون السوشيال ميديا في مصر حتى لو هم مليون 2 مليون 3 مليون احنا 90 مليون. لا لا على فكره فيسبوك عليه 20 مليون وتويتر عليه 2 مليون. يا سلام. ده حقيقه. ولو بتتكلم على نسب بقى اللي هم متعلمين، يعني في مثلا 84% من اللي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي كلهم معاهم شهادات. هايل. حلو. دي مع شهادات جامعيه يعني دي برضه معلومه موثقه. طب انت شايف سبب الحاله دي يا محمود؟ التنحر الغير طبيعي حتى في يعني حدث لا يمكن ان يختلف عليه اثنين مهما كان انت شمال ولا يمين. يعني انا متخيل هل لو في حد من الاخوان المسلمين العاديين، مش عايز اقول لك بقى اللي يعني واحد في جامعه الاخوان المسلمين هم كتير على فكره، هل ممكن الا يدين هذا القتل؟ يعني هل ممكن ده بقى انسان لا يدين ان انت بتقتل عسكري او ضابط ليس له اي علاقه باي حاجه غير ان هو واقف يحميك؟ هل ممكن انسان يملك اي ذره من العقل والقلب وبيقول يا رب في اي، هل ممكن ما يدينش هذا الحادث يا محمود؟ هو الواحد يتمنى ان هم يعني ما يعني يدينوا هذا الحادث، بس لا في طبعا ناس كتيره منهم، ومش بتكلم عن الاخوان بس، بتكلم عن ناس التوجه الاسلامي وتوجه الداعشي عامه او يعني لا شايفين ان ده بقى جيش مش عارف مين ودول ده جهاد يعني. ده جهاد يعني. ده جهاد، ده جهاد وحاجه واحسن وتستاهله لما تشوفه كده انت بتلاقي ده. بس الفكره في اللي حضرتك تتكلم عليه ان هو من ناحيه الموضوع ان هو يهم. يعني انا مثلا انت عندك لوكسري، انت ممكن تقفل السوشيال ميديا. انا ما اقدرش اقفل السوشيال ميديا. طبعا شغلك وشغلي. وغير كده هو في الاول وفي الاخر انا بحب على قد ما الناس تتكلم على فكره ان هو يعني فقاعة وصافي برضه مرآة. لا لا يعني بيبان اتجاهات رأي وبيبان طبعا غير كده لا هو بيوري الحالة اللي جوه المجتمع طبعا. ماشي. المجتمع فعلا على اعصابه، المجتمع مضغوط، الضغوطات كتيرة، الناس يعني مش مستريحة. حلو. فبيطلعوا على بعض
ودي حاجة طبعا يعني دل على اشياء لازم ناخد بالك منها، دل على اشياء لازم تاخد بالك منها، ويدل على فكرة ان والله العظيم يا جماعة احنا محتاجين شوية بهجة بقى يعني ايا كان يعني احنا عارف انت ادارة الشؤون المعنوية بتاعت الجيش احنا محتاجين ادارة الشؤون المعنوية الوطن ماشي احنا ترفع من روح الناس ده يعني عمل ايجابي على فكرة اي حاجة يعني وبعدين كيف تخلق سينما مثلا حضرتك يعني عبد الناصر مثلا لما جه مسك البلد كان بيخلي مش بس كان عنده هم ان هو ينتج افلام في السينما، ده كان بيطلع عربيات نقل تعمل شاشات عرض جوه الارياف وجوه مش عارف ايه وجوه الكلام ده. لو ان احنا بنتكلم فعلا احنا داخلين مرحله والمرحله دي هتبقى مرحله صعبه وهيبقى فيها مشاكل كتيره، جزء من لعبه الارهاب اساسا هي تخلق المجتمع ضغط الاعصاب ده ان انا اقوم مفجر حياه مقصود ان انت تبقى متوتر وخايف، وغير كده ان هو يخلي الدوله تتعامل امنيا مع الوضع مش مع الافكار فلما تتعامل امنيا مع الوضع وتقفش الناس تبتدي ان هي بدل ما تقفش على الارهابيين تقفش على الدولة على التضييق اللي عليها هي بالظبط على التضييق اللي عليها هي او على التضييق اللي هي شايفاه عموما يعني حلو. فده يخسر حاجات للدولة. فالفكرة بقى في ده ان انت لو ان انت ناوي ان انت محتاج تلم الموضوع امنيا من ناحية انت لازم في نفس الوقت تفكها من ناحية يبقى ماشيين من بارل مع بعض يعني انت عايز تتعامل امنيا بكل الحزم المطلوب لان ده واجبك وفي نفس الوقت لازم تبقى عارف ان هناك طريقه اخرى عشان تعمل ريليف للناس شويه من غير ما نعمل مونولوجات لكن بنعمل يعني اشياء في حاجات ممكن تحصل ودي بتثبت اكتر فكره السيطره وان الوطن شغال وان الامن مستتب وان كان مصر هتلعب ماتش كوره مثلا مع السنغال لازم يروح فيه 50,000 و100,000 والناس تبقى مبسوطه وننقله وكل حاجه في الدنيا ده لا ينفي ان احنا عندنا زعلانين وحزانه على اللي حصل لكن الحياه عشان تعرف ان احنا دوله قويه والحياه بتستمر لا احنا نودي ونجيب ونشوف ماتش كوره زي ما العالم كله بيحصل ده ما بيحصلش في مصر بس يا محمد كل حته في العالم والحياه بتستمر طبعا وده لازم يبقى التوجه حلو يعني ده لازم يبقى يعني عند الناس حتى يعني انا كنت عايش في امريكا وقت هجمات 11 سبتمبر حلو جورج بوش سيبك من الكلام طلع قاله للعالم طلع قاله للامريكان ايه استثمروا في البلد اصرفوا فلوس حلو البلد لازم مش عارف ايه الناس دي بتكرهنا عشان حريتنا فاستمتعوا بحريتكم استمتعوا مش عارف ايه حلو الخطاب فيه ذكاء في هو اللي صايغه طبعا ما كانش ذكي مش هو لا صايغينه له كبر عارفين يقولوا ايه بالظبط بتوع شؤون معنويه الشعب نتمنى ان احنا يعني كلنا نبقى جزء من شؤون المعنويه للشعب المصري بجد وكلنا يعني لا عايزين نجلد الذات اكتر من اللازم ولا احنا كلنا ما فيش حد فينا مش حزين وما فيش كلنا زعلانين وكلنا مقدرين مدى حزن كل المصريين لكن الحياه ان شاء الله سوف تستمر والغد افضل. قول لي يا استاذ محمود ازاي استغلوا داعش والعمليات الارهابيه ازاي استغلوا السوشيال ميديا في ان هم ينقلوا معلومات ويعملوا مش عارف ايه دي برضه حاجه بقى تطورت جدا يعني احنا عملنا دراسه عليهم والله حلو لا 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 هم ممكن للاعلام الرقم يعني عملنا الدراسه موجوده عندنا تقرا على الفيسبوك بيج او على الويب سايت بتاعتنا هتلاقيها بس هم مرعبين عشان هم بيشتغلوا احسن من اي شركه اعلام رقمي شغاله لاي براند في العالم في اي بلد ماشي الحاجات اللي هم عاملينها فعلا من ناحيه انت ازاي توصل يعني هم مثلا لما بييجوا يستخدموا الاعلام الرقمي بيستخدموا ايه بيستخدموا تويتر وبيستخدموا يوتيوب ماشي يوتيوب وتويتر وهم يعني اتواجدوا في اماكن تانية مختلفة بس بيتقفلوا بسرعة تويتر عشان بيدي جزء من الانونيميتي او ان انت تعرف تخفي شخصيتك هم بيحبوا يستخدموه فهم مثلا استخدام السوشيال ميديا بيستهدفوا يعني سيبك بقى بيستهدفوا يعني هم بيوصلوا يعني بيستهدفوا اربع نوع من الاشخاص الشخص الجهادي الفكر الشخص اللي ممكن تحوله الشخص اللي عايش في المنطقه اللي هم ناويين يهاجموها كنوع من الحرب المعنويه تمام والشخصيه اللي احنا مسمينها اللون وولفز الذئب الوحيد اللي هو الانسان اللي قاعد في البيت كده ومناخوليا شويه فممكن ينزل ايه يضرب نار على اي حد يحب يعني عندهم حاجه سايكيك في كده حاجه يعني نفسيه مريضه انسان قاعد في البيت عاوز يضرب نار على الناس في الشارع يتعرض يعني فاهم فانت بتدوس ده فتيجي مثلا تشوف هم بيترجتوا مثلا لون وولف ده ازاي
يوم يعملوا يوتيوبات بتاعتهم يستهدفوا هذا الرجل المختل نفسيا. مختل نفسيا يستخدموا فيها جو برو كامز اللي هي كاميرات صغيره ممكن تعلقها في اي حته، فهم معلقينها على راس الواحد اللي داخل يضرب نار. فانت لما بتدخل تتفرج على الفيديو انت كانك تتفرج على الفيديو جيم بتاعت كول اوف ديوتي او ميدل اوف اونر. فهذا الشخص اللي بيطلع غله في بيلاقي ان ايه ده، الله ده انا ممكن اعمل كده فعلا. ماشي. ويبقى شكلها جميل جدا وظريف جدا بالنسبه له عشان عايش جوه المعركه، بيكأنه هو اللي ماسك المدفع وكل حاجه، بيحط نفسه مطرح اللي بيقتل يعني. بالظبط. لما تيجي تتفرج بقى اللي هم عاملينه في تويتر، هم عملوا ايه؟ هم عملوا ابلكيشن على جوجل اسمه فجر البشاير، وده من اذكى الابلكيشنز يعني من ناحيه الاستخدام. فجر البشاير، فجر البشاير، فجر البشاير ده اتشال دلوقتي. بس الابلكيشن ده مش بيعمل اي حاجه غير انت بتدخل عليه بالتويتر اكاونت بتاعك وبتسمح له ان هو ينزل معلومات على التويتر اكاونت بتاعك. ماشي. فاللي بيحصل ان مثلا 20,000 واحد يدخلوا يعملوا اكونتات ويحطوها لهم. فانا الاكونتات دي فجاه تبقى انا عندي انا على عنده معلومات عن 20,000 شخص يقدر يحللهم. لا، فكره ان انا ابعت رسائل عن طريق الاكونتات بتاعتهم، فانا بنزل التويته من عندي انا تقوم نازله على 20,000 اكونت في نفس الوقت. اوكي ماشي. مان. فلما ده يحصل يعمل ايه؟ ده لما يحصل بالهاشتاج باللينك فيقوم حاصل ترند. حلو. فالترند ده يبقى فيقوم ملقطينه الاكونتات اللي بتتابع الترندات هذه الساعه مش عارف ايه. فدايما تلاقي ترند الدوله الاسلاميه شغال. ينزل مثلا واخد مثلا في نمره 2 في العالم في من كذا لكذا في العالم او في البلد او ايا كان. وهم بيظبطوها بحيث ان هي ايه على حسب الاكونت ده في انهي بلد، فنحرك الحاجات كده. نتيجه لهذا هما بيعرفوا يركبوا على حاجات تانية. فمثلا انا بتابع هاشتاج كوكاكولا مثلا وقت كان بتاع رمضان، لما حاجه ابص على بتاعه الترند في اي وقت هلاقي كوكاكولا وجنبيها الدوله الاسلاميه. فلو انا بتابع كوكاكولا كانسان بيحب كوكاكولا عادي اي حاجه لازم يبقى جنب نظره، فهو طول الوقت متواجد، فهو طول الوقت متواجد. وغير كده عندهم مجموعه تانية من الاشخاص هدفها انها تعمل ريتويت للموضوع. بالظبط. يعني انا عندي مثلا 1,000,000 متابع مثلا او 200 او 10,000، اول ما تجيلي اروح دايس يبقى التويتة بتاعتهم او التغريدة بتاعتهم منقولة للعشرين الف اللي بيتابعوني وهكذا. في 20,000 تانيين بقى يعني الموضوع عشان ما يكتشفوش بقى، ما انت انت هتتابع الموضوع هتشوف مين اللي نزل التويتة دي فيقوم قافل الاكونت. لا، انا عندي 20,000 تانيين بيعملوا لها ريتويت تاني. ماشي. فما تقدرش شبكة عنكبوتية ما تقدرش توصل، شبكة عنكبوتية ما تعرفش تعمل فيها حاجة. فنتيجة لهذا مثلا لما تيجي تبص على اللي حصل يوم ما دخلوا هجموا الموصل. ماشي. ففي الهاشتاج بتاعك مدينة الموصل، تلاقي حضرتك ان في ساعة لا في 40,000 تويتة ماشي هاشتاج الموصل طلع من داعش، جايين نقتلكم، جايين نذبحكم، جايين مش عارف ايه كده. فانت لو ان انت الشخص اللي قاعد في الموصل المستهدف قاعد كده فاهم، وفتحت الهاشتاج وبصيت ولقيت التايم لاين بيكر حلو الناس جايه تقتلك، انت هتعمل ايه؟ هيحصل لك حاله فزع غير طبيعي وانت مت قبل ما يقتلك. بالظبط. فانت هتلم هدومك وتجري. التتار قادمون. فهو بيستخدموا ده في الحرب النفسيه. يعني هم فعلا اضعف مما هما يصورون، بس هما بيستخدموا الارهاب والابزاع في ده. سؤال خطر في دماغي يا محمود، اللي انت بتقوله ده يعني خطة ناس شديد الذكاء وخبراء؟ هل هؤلاء الفكر الخبير والذكي ده يتماشى مع ناس بيقطعوا دماغ ويعلقوها، ولا هي لعبة في الاول وفي الاخر؟ لان انا مش قادر امنطق يعني مش ماشيين مع بعض بصراحة. يعني أنا الدستور بتاعهم لما تقراه الدستور لازم تضحك وتقول دول ناس يعني ما عندهمش دماغ، لكن اللي انت بتقوله ده بيقولوا ان دول دماغ ذكية جدا. ماشيين ازاي مع بعض دول؟ مش قادر افهمها. بص حضرتك، انا ما اقدرش اجزم حلو لو كان في اجهزة دول تانية حلو شغال على الموضوع ده، بس في حاجتين انا عارفه. اتفضل. ماشي. اول حاجة داعش او الدولة الاسلامية يعني الفكرة بتاعتها اصالت اعجاب ناس كتيره جدا حلو، اسلاميين عايشين في بلاد اوروبيه مش عارف ايه الكلام ده كله، حبوا ان هم يجوا. فدول رايحين بفكر دوله المهاجرين. يعني زيها زي امريكا، زي كندا، زي الدوله اللي عملها ناس مهاجره. فدي ناس جايه تحارب على كان دوله جديده، وهي دوله اتعملت من على حدود دولتين، يعني هم قطفوا من هنا وقطفوا من هنا وعملوا الدوله دي. فهيبقوا عندهم ناس كتيره جدا داخله تتخانق عشان القضيه، ومنهم اذكياء برضه فهيشتغلوا بقلب. يعني الموضوع مش بس في كده. تاني حاجه بقى، ودي النقطه اللي محدش بقى واخد باله منها فعلا، ان الخليفه ابو بكر البغدادي اصلا كان في ضابط في الجيش العراقي.
كان بعثي كويس ماشي، وكل نوابه لواءات سنيين يعني هم سنة بس بعثيين ماشي، وقدرته على ان هو اخذ العراق او الموصل والكلام ده كله حصل بالاتفاق مع القبائل السنية هناك على اعتبار ان ده اساسا بعثي وسني وهم ضد الشيعة واللي واللي هو كده هذا الشخص حضرتك مش اسلامي يعني، هذا الشخص سياسي من الدرجة هذا الشخص انضم للاسلاميين وقت المقاومة عشان دول كانوا بيقاوموا وعرف ان هو يركب عليهم ويوصل لمرحلة ان هو يمثل فكرة ان هو الخليفة ماشي. فكرة الخلافة ده فكرة اصلها مجننة الناس يعني مجننة الناس فعلا طبعا عشان كده الموضوع ده الموضوع ده جديد والموضوع ده ذكي جدا والموضوع ده لا الخلافة مش فكرة جديدة وفكرة ان يطرحها دلوقتي هي جديدة يعني لان طالع علي عبد الرازق طبعا زمان عمل الاسلام واصول الحكم اللي هو قال مفيش حاجة اسمها خلافة، ناس كفروه ناس عملوا في عز قوة الخلافة الروائية او انحدار الخلافة التركية ورغبة الناس في ان هي ترجع الخلافة الاسلامية تانية يعني. ايوه بس هنا بقى الخطر يعني مثلا انت عندك ناس مثلا زي الاخوان قال ايه قال لك احنا عاوزين نرجع الخلافة بس عاوزين نرجعها بال ماشي ده راجل دخل ضايق السلاح ماشي ما اتكلمش كتير يعني ما اتكلمش كتير واستغل فرصة مرعبة فالراجل ده يعني قدرته على اداره المعركه جايه من تجربه عسكريه وقدرته على اداره الاعلام جايه من من مثلا من تعاون اجهزه مخابراتيه وفانت لا يملك القدرات اللي يملك تقدر تعمل ده يعني. تقدر تعمل ده وبناء على ذلك يملك الاتصالات اللي تخليه يقدر يلعب مع كل الناس ضد بعض في اي وقت فاهم. فانت بتواجه كيان جديد وغريب جدا يعني بس المهم مش عاوزين طيب خلينا ان شاء الله هننتصر عليه ان شاء الله ان شاء الله. قول لي يا استاذ محمود بقى في حاجه طالعه قالوا لي اسمها ايه اللي هي بتضد فيسبوك ايلو ال ال او حاجه ايلو ايه بقى ايلو دي دي مثال للفكره الكويسه حلو التنفيذ الوحش بيدمرها تمام حلو جدا فكره كويسه وتنفيذ سيء بالظبط هل في غضب تجاه فيسبوك عشان خاطر فيسبوك مش بيحافظ على خصوصيه الناس هل في غضب تجاه فيسبوك عشان فيسبوك بيحط اعلانات كتيره هل في غضب تجاه فيسبوك عشان فيسبوك يعني بيغير اللي هو عاوزه يعمل اللي هو عاوزه وبياخد فلوس على ده وكده دون الرجوع للناس مثلا دون الرجوع للناس فانت لما تيجي حضرتك تقرر كمجموعه من 7 اشخاص ناس مش عاوز اقول يعني رومانسيه بس يعني يعني لهم احلامهم يعني ف ايديالستك يعني حلو مثاليين مثاليين يعني او بيحاولوا يكونوا مثاليين بيحاولوا يكونوا مثاليين فيقول لك احنا هنعمل سوشيال نتورك حلو ما فيهاش اي نوع من اعلانات وما فيهاش اي حاجه مش عارف ايه فكره هايله صح طيب تدخل بقى عليها حلو تلاقيها الملل يعني بقى من ناحية الديزاين ديزاين وحش جدا من ناحية ان انت ازاي كيفية الاستخدام كيفية الاستخدام وحش جدا ما انتش عارف يعني في حاجات فيها مشاكل كتيرة جدا وانت لما تيجي تبص عليها وهي ابيض على اسود كده والحاجات مستخبية وصغيرة ويقولوا لك ان ده في 7 مصممين اشتغلوا عليه فانت قاعد تسالهم ما اشتغلوا على ايه علشان هي حاجه عشان تطلع لي ده يعني. عشان تطلع لي ده ما دول منين اصلا يا محمود دول امريكان فهم قدموا الفكر وعملوا عليها صدى اعلامي كويس فناس كتيره جدا بقى عندها هدف انها تدخل على على ايلو دي على ايلو ناس تدخل على ايلو تتصدم وترجع ما يعني كله عنده اكاونت انا عندي اكاونتين على ايلو بصراحه عشان انا لازم ادخل اخد الاسامي بتاعك لا بس اخد الاسامي بتاعك طبعا بس مفيش ودي بقت النكته ان هو يعني يا جماعه الناس تدخل على ايلو عشان تطلع من ايلو ماشي فهم عندهم اكاونتات كتير عندهم اكاونتات كتيره في اي حاجه بتحصل لا وليه ما فيش اي حاجه بتحصل عشان خاطر هم كل هم حاطينه هو ان انت ممكن تبوست مثلا كلمتين او تحط مثلا صوره في بقى حاجات كتيره جدا فيسبوك حطاها وحاجات كتيره جدا تويتر حطتها وحاجات كتيره جدا كل الناس تانية حطاها مش موجوده فالمميزات اللي موجوده انا مش موجوده عندك طب انا مش موجودة. لازم ارجع حتى استحمل الاعلانات واستعمل كده لان في عشان في تسليه في حياه في حياه انت عاوز تنافس فيسبوك اعمل لي فيسبوك من غير اعلانات ماشي ساعتها انا هاجي لك وهبيع فيسبوك نفس الادفانتج نفس ونفس الحاجات اللي موجوده نفس كافيه الاستخدام ما انتش عامل كده وما انتش فاتحها للناس ان هي تعمل كده وما انتش فاتحها للناس فكره ان هم اللي يطوروا فيها لو انت عاوز تعمل كده وانت بقى راجل بتاع اللي هو يعني مش مشكله
فانت تعمل ايه؟ محكوم عليك بالفشل يعني. انت لا انت اللي بتفشل نفسك. يعني ما انت قلت فكره جيده وتنفيذ سيء. بالظبط. طب ايه حكايه مؤتمر الاعلام الرقمي اللي بقى له يومين شغال ده؟ لان ده مؤتمر مهم حضرتك. طب قول لي بقى ايه هو مؤتمر بيحصل بقاله 3 سنين في دبي. تمام ماشي. المره دي هو اول مره يحصل في مصر. ماشي. وكل ان هو بيحصل في مصر فده مؤشر على كذا مستوى بصراحه. هو مؤشر اول حاجه هو مؤشر على اهميه مصر كسوق لاعلام الرقم. مؤشر على يعني ثقه هذه الشركات وكده في الشركات كلها انترناشونال وعالميه وكده ان اقتصاد مصر وان مش عارف ايه ماشي اقتصاد صحيح. فهم جايين برغم من اي حاجه بتتكلم على يعني تجارات مش عارف ايه الكلام ده كله. فده كمان كويس. من ناحيه تانية هو بيقول لك ان يعني في الاول وفي الاخر لو ان النت تحول الى اولويه وهو لازم يتحول لاولويه للبلد طبعا. ماشي. لازم يبقى فيه نت اسرع ونت ارخص ونت اقوى. ماشي. احنا هيكون قدامنا في 2015 فرصه ان الاقتصاد المبني على الاعلام الرقمي فعلا يطلع. وده لو طلع ده هيصلح لك حاجات كتيره جدا علشان خاطر هو بيفتح فرص عمل. تمام. الناس قاعده في بيوتها كويس جدا. ناس يعني بتشتغل من بيتك. ناس بتشتغل من بيتك. فانت عندك مشكله مع الزحمه اشتغل من البيت. تمام ماشي. عندك مشكله مش عارف ايه هتشتغل من البيت. عندك يعني قلل كميه الناس اللي نازله وتقلل مش عارف ايه. وهل قاعده البيانات المعتمده على الاعلام الرقمي هتفيد في اشياء اخرى؟ ممكن تفيد في اشياء اخرى وممكن تفتح مجالات برضه. يعني مثلا خد بال حضرتك من حاجه. هل انا دلوقتي خلينا نقول مثلا بعيد عن القاهره. ماشي. هل في مصر بره القاهره شباب موهوب بيعرف ان هو يعمل ديزاين او بيعرف يكتب؟ أكيد ولاد وبنات. ماشي. سيبك من الولاد خلينا نركز مع البنات. هل البنات دول ممكن مش عندهم فرصه ان هم يسافروا القاهره ويشتغلوا فيشتغلوا من بيتهم؟ ممكن يشتغلوا من بيتهم. تمام. ممكن تفتح لهم دنيا. ممكن تعمل لهم مصدر دخل. ممكن تقوم لهم اقتصاد. كل الحاجات دي ممكن تحصل زي سوبر ماما اللي عاملينها وزي الحاجات اللي وتشتغل عليها بقى على المستوى المحلي. فانت مثلا انت عندك محافظات فيها 5 مليون و10 مليون مواطن. طبعا. ماشي. فده سوق لوحده. ده دول. احنا تشتغل على محافظه الدهليه بس. محافظه الدهليه بس. انا محافظه المحله. بالظبط. العمال اللي في المحله والمصانع في المحله والمنصوره. المنصوره طبعا. المنصوره شوف بقى في كام واحد في المنصوره وحوالين المنصوره ومحلات المنصوره. ممكن يعمل رواج. انت ممكن تغير الدنيا. انت ممكن تغير الدنيا في كل حاجه. انت النهارده يعني من المرات الجميله اللي فتحت لنا فيها رغم كل هذا الحزن. انت النهارده بعتبرك واحد من الشؤون المعنويه للشعب المصري. ربنا يخليك. اتكلم جد والله. انت فعلا فتحت لنا مجال جميل اللي انت بتقوله ده وديتنا طاقه امل ان في 2015 ممكن الدنيا جدا تتغير. وان ثقه الناس اللي عاملين المؤتمر هنا دي ثقه بتقول ان مصر جايه ان شاء الله وطالعه لقدام. مصر جايه علشان هي اكبر سوق في المنطقه. 90 مليون مواطن بيستهلكوا. بص لو صحيوا كل يوم حلو اكلوا ودخلوا الحمام في عجله انتاج حصلت. يا سلام. بس كده. انا بشكرك على الكلام الجميل ده محمود. بجد نورتني وشرفتني. انا عجبني قوي 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 فكره شؤون معنويه الوطن. اسمعوا كلام الراجل ده شاب جميل ودارس في امريكا وراجل الكلام اللي بيقوله بجد له معنى. فاصل. متشكرين يا محمود نورتنا. وفاصل وهنلتقي مع رامي جلال شاب اخر برضه مش قول معانا بتوع الوطن. استنانا ما تستناناش وانت حر.